الحاله اللي بعد كده. وهنا بنتكلم على القراءه الجيده لطرق واساليب اللعب كابتن هاني، وانت كنت لاعب كبير جدا جدا بتروح في المكان المناسب عشان تقدر توسع لنفسك. بنقول دايما الحكم من فضلك خلي عندك قراءه جيده للمباراه، ما تخشش في محيط اللعب. دي حاله من ضمن الحالات، من ضمن الحالات ان الحكم هنا تواجد هنا في هذا المكان. بنقول يا كابتن اسامه وسؤال ليك انت، يعني هو المفروض كان يبقى فين؟ لازم يدي نفسه زاويه للرؤيه افضل من كده، وزاويه ان اللعيبه تعرف تمرر، ما يدخلش في وسط اللعب، لازم يفتح لنفسه بره. بالظبط كده. تمام كابتن عادل؟ يعني اسهل شيء، يعني انت جاي هنا ليه؟ اولا انت هنا جيت قطعت على ديانج، قطعت باص، عملت مشكله لنفسك، ممكن الكره تصطدم بيك، هنا كانت في هجمه النادي الاهلي هنا عطل الهجوم، ولكن الافضل ليه؟ احنا بنتكلم هنا كتطوير تحكيمي، لابد يكون عندك قراءه، انا ما اجيش هنا خالص، انا عندي امكانيه اجي هنا كابتن اسامه، يبقى كل اللعيبه ديت قدامي، اقدر اتحرك، يبقى عندي اوبشنز ان انا اروح هنا يمين شمال، انما هنا انا ما عنديش اي فرصه ان انا اخرج، اي خروج لي هيكون فيه مشكله عليك والكره هتتصدم بيك. دي حاله من ضمن الحالات اللي كانت موجوده في المباراه، ان هي التمركز الخاطئ اثناء اللعب. الحاله بعد كده اتكلم في حاله من الحالات المهمه جدا جدا، وشوف هنا المساعد رقم الاول كان متميز في حالات كابتن اسامه، وعنده حاله طبعا صعبه جدا. هنا في تسلل، اللعبه دي كانت لكهربا اللي هو راح ولعب المره واحده اللي جت في القائمه كابتن اسامه لو تفتكر. وهنا تسلل هنا واضح، لان هنا قدم اليسرى لكهربا هنا سابقه وقريبه لمرمى المنافس، وبالتالي هنا كانت القرار صح باحتساب التسلل. فكره هو ساب اللعب يتواصل، وبعد ما اللعبه انتهت اشار على التسلل ده طالما في الفار. هنا الحكم المساعد بيستنى شويه عشان خاطر ما يبقاش في قرار سريع كان ممكن يلغي الهدف. الحاله اللي بعد كده شوف، ودي الحاله المهمه جدا جدا، الهدف. الهدف عشان الشحات، شوف بقى التميز هنا للحكم المساعد. احنا يعني بنجيب الحالات مش كلها حالات سلبيه يا كابتن هاني، ولكن حالات ايجابيه. هنا الشحات هنا متغطي باخر لاعب من لاعبي الترجي، وبالتالي هنا الحكم المساعد كمان تمركز هايل، وهنا امر باستمرار لعبه، هدف كان صحيح للشحات، وده يحسب للحكم المساعد الاول بردك اللي كان عنده الحاله الاولى. اللي بعد كده هذه الحاله بقى، يعني بص شوف بقى، يعني هنا في تسلل ولا لا؟ دي مش تسلل. بالظبط كده، يعني هنا النجيله موضحه كمان. هنا خلي بالك هو محظوظ، الكره دي ما جاتش جول صح، ولكن الكره دي لو راح الشحات وراح هدف كان الفار هيرجع، الفار هيجي وكان هيحتسب الهدف صح. وهنا بنقول دايما خلي دايما حكم مساعد تركيزك طول 90 دقيقه يا كابتن اسامه ما يغيبش. عندك حاجتين مهمين جدا، الربط لحظه اللعب وموقف التسلل. الحاله الثانيه التركيز، انك انت لازم يكون تركيزك طول 90 دقيقه. حاله من الحالات المهمه طبعا هيتحاسب عليها، خلي بالك، وزي ما قلت حظه حلو ان هي ما جاتش هدف، بس هو رفع بعد انهاء الهجمه. تمام، يعني بعد الهجمه ما اتلعبت وانتهت اوكي، ولكن الفار هنا لما يجي يعمل مراجعه هيحسب الهدف صح، فتخسر على الفار بقى. بس الحاله اللي بعد كده، وهنا حته فنيه كابتن ايمن، هنا الحائط الدفاعي اللي هي 9-15، والقانون صريح جدا جدا، وحصل تعديل تقريبا من سنتين. قال لك اللاعب اللي بيجي هنا من المنافسين ممنوع متر بعيد. ليه؟ ليه ممنوع؟ السؤال هنا ليه؟ عشان نوضح، هذا اللاعب ممكن يعمل مشكله لما بيقرب هنا الحائط الدفاعي، بيحصل احتكاك وتشابك ما بين الاثنين. فالاتحاد الدولي النهارده عمل تعديل، او لجنه الحكام او القانون قال الحكم يبقى بعيد عن الحائط الدفاعي يارد على الاقل عشان يبقى بعيد وما يحصلش فيه مشكله. هنا النهارده الراجل هنا اولا تمركز خاطئ جدا، هنا هو جاي هنا المفروض يجي هنا، وهنا سمح بان لاعب المنافس يبقى قريب من الحائط الدفاعي، ودي مخالفه طبعا بنقولها مش ليه هو بس، لكل حكامنا. خلي بالك في ال 9-15 اللاعب المنافس بعيد عن الحائط الدفاعي بيارد يا كابتن اسامه. تمام. الحاله بعد كده الحاله العجيبه جدا جدا جدا، وهنا المخالفه. اين المخالفه؟ مفيش مخالفه خالص. سؤال، هو فين المخالفه؟ اولا مفيش مخالفه، ده انذار، ثم انذار قاسي جدا 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 في هذه الحاله. وطبعا انا شايف ان هنا كان الافضل هنا احتكاك من الاثنين وفي منافس على الكوره، يبقى هنا على المعلول عدى، وكان يجب على الحكم على الاقل يعني يشيل باستمرار اللعب، او حتى لو احتسب المخالفه كابتن ايمن ما كانش يدي انذار، لان لا تستحق الانذار. فانا شايف ان هنا انذار غير مستحق لعلي معلول في هذه الحاله. عموما بشكل عام
هم بيقدموا تحكيم موريتانيا بتقدم حكمين، ولكن المباراة سهلة النهاردة، كان المفروض يكون الحكم أفضل من كده. أتمنى طبعا التوفيق لكل حكام أفريقيا. ممكن نشوف يا كابتن نصر في المباراة النهائية حد من الحكام الجداد في الكرة الأفريقية، ولا المباراة النهائية يبقى ليها حسابات وهيستعينوا بقى بحكام يعني المباراة النهائية عندنا خبرة، وترشح مين واحنا على الهواء دلوقتي؟ بص يا كابتن، يعني خلينا نتكلم في يعني أفضل حكام دلوقتي، هم يعني مش مجاملة ولا حكم، هم حكام شمال أفريقيا. شمال أفريقيا بالظبط. أفضل واحد النهاردة جاهز النهاردة هو الحكم الجزائري مصطفى غربال. اتمنى الجزائر مش موجوده طرف في الفاينل. اتمنى ان غربال يدير حتى على الاقل المباراه اللي هناك، احنا عندنا ماتشين. ايوه، فغربال يدير المباراه هناك، لان غربال حكم من الحكام اللي هم ليهم اسم كبير، سمعته كويسه جدا، حكم فير، مجتهد، قراراته دايما 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 بتبقى قرارات صحيحه، لا يلجا للفار. يا كابتن اسامه، ودي ميزه مصطفى غربال. نتمنى، انا اتمنى تقول لي مين. اقول لك في البدايه خلي مصطفى غربال يدير المباراه الاولى، دي كانت او الاولى اللي عندنا او الثانيه، لان المباراتين دولت محتاجين حكم يكون عنده خبره، عنده شخصيه، لا يتاثر بالضغوط ولا بالجمهور ولا باي شيء، لان احنا هذه المباراتين محتاجين العداله التحكيميه. ودي يعني نتمنى ان شاء الله لجنه حكام افريقيا تحط حكمين يكونوا على مستوى سواء كان بقى الاهلي والوداد او الاهلي وصن داونز.